عايز تعرف مين المشتركين عندك في قناتك على اليوتيوب، او عايز تعرف مين اسماء القنوات اللي مشتركة في قناتك، كل ده هنعرفه بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو اول مرة تشوفنا على القناة، ياريت تدعمنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا مجرد رفعها على القناة. واوعى تنسى اللايك اللايك اللايك، لان مفيد جدا 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 لينا. قبل ما نبدأ بوجه الشكر للمئة الف اخ واخت على القناة لدعمكم لينا خلال الفترة السابقة دي، وان شاء الله بدعوكم للاشتراك في القناة التانية واللي اسمها يوسف احمد، واللي هتهتم بالتسويق الالكتروني من الالف الى الياء، وكمان هتهتم بالاعلانات او المواقع الاعلانية زي جوجل ادورد وفيسبوك واعلانات انستجرام واعلانات تويتر، وهيكون فيها كل ما يهتم بالتسويق الالكتروني من الالف الى الياء، وكمان خاص بالمبتدئين من البداية الى الاحتراف. بدعوكم للاشتراك في القناة، هتلاقي هو ظاهرة فوق هنا، وكمان هتلاقيها في صندوق الوصف. نروح لموضوع النهاردة وكيفية معرفة المشتركين اللي عندك في قناتك على اليوتيوب. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل على القناة بتاعتك وبتروح على الايقونة بتاعت القناة وتضغط عليها، وبعد كده بتختار استوديو اليوتيوب، يعني بمعنى تاني بتدخل على استوديو القناة بتاعتك على اليوتيوب. بعد كده بتنزل على الشمال على ايقونة اسمها المشتركون الجدد، زي ما انت شايف دول المشتركون الجدد، بتضغط على عرض الكل عشان يجيب لك كل المشتركين اللي عندك في القناة، وبتترتب على حسب عدد المشتركين في القناة اللي مشتركة عندك. يعني هنا عندي مثلا قناة يوشد نو عندها 600,000 مشترك، وصفات لجمالك 544,000 مشترك. طبعا بوجه الشكر لكل اصدقائنا اللي مشتركين عندنا على قناتنا، قناة اتعلم دوت نت. تقدر تعرف برضو الاحصائية دي لمدة اخر 28 يوم، اخر 365 يوم وهكذا، او منذ تاريخ انشاء القناة، بيجيب لك كل القنوات دي، وتبدأ تقلب هنا وتعرف كل الناس المشتركة عندك في القناة. ولكن يجي سؤال هنا، هل دول بس المشتركين اللي موجودين في القناة؟ هقول لك لا، دول جزء من المشتركين اللي سامحين ان انت تشوفهم او ان انت تعرف ان هم موجودين عندك على القناة. ازاي يعني؟ هل انا اقدر اخفي اشتراكي في القناة التانية؟ هقول لك ده بالطبع موجود، هي دي الحتة اللي بتخلي القناة او بتخليك تشوف القنوات المشتركة عندك او ما تشوفهاش. طيب نعرف الكلام ده ازاي، او ازاي اخفي اشتراكاتي انا في القنوات التانية؟ كل انت بتعمله بترجع تاني للقناة بتاعتك، القناة الصفحة الرئيسية بتاعتك، تمام؟ وبعد كده بتروح تضغط على تخصيص القناة اللي موجودة دي زي ما انت شايف، وبعد كده تضغط على علامة الترس دي، تلاقي هنا حاجة اسمها الخصوصية، ابقاء كل اشتراكاتي خاصة. لو فعلت دي يبقى انت هتشترك في اي قناة تانية محدش هيعرف انت مشترك فيها ولا لا، ولكن اذا لم تفعلها فانا هعرف ان انت مشترك عندي، زي اصدقائنا واخواتنا اللي موجودين عندي على القناة واللي عرفتهم دلوقتي اللي هم مشتركين في القناة، وبالفعل وجهت لهم الشكر. بعد ما بتفعل الايقونة دي بتضغط بقى على حفظ، وكده انا لو اشتركت في اي قناة تانية محدش هيعرف ان انا اشتركت فيها. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. ياريت بقى لو عجبك ما تستخسرش فينا اللايك والشير، ولو اول مره تشوفنا على القناه اوعى تخرج قبل ما تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا. انتظرونا في فيديو جديد والى اللقاء.